طوال شهور فصل الشتاء تشهد مدينة بيت لاهيا في قطاع غزة موسم حصاد ثمار الفراولة التي يصفها المزارعون الفلسطينيون بالذهب الأحمر، نظراً إلى وفرة زراعتها بكميات كبيرة، ويؤمن هذا الموسم فرص عمل لآلاف المزارعين والتجار والعمال والسائقين. أريج الشوة كانت في مزرعة توت أرضي وأعدت لنا التقرير الآتي. مع قدوم فصل الشتاء وبين هذه المساحات الخضراء، يجهز المزارعون في بيت لاهيا شمال قطاع غزة أراضيهم الزراعية لموسم الفراولة الذي يشكل مصدر دخل موسمي للعمال الذين يعتنون بحباتها لتكون مناسبة للمواطن. احنا بنجيب الشتل اللي هو الشتل المصري، الشتل الاسرائيلي اللي بيقولوا عنه الفلوريدا المصري والسنسيشن. الاسرائيلي اللي هو 28 بس بطلت تيجي على بلادنا، صرنا نزرع اللي هو الشتل المصري الفلوريدا والسنسيشن. بنجيبه من عن طريق المعبر، الشتل بنزرعه في 25/4 اللي هو في المشتل، نعتني فيه لحد ما الشتل تطلع شتل ثاني وثالث ورابع، لحد الشتل بتعمل حوالي 20-30 شتلة. بعدها يعني في شهر 9 بناخد من المشتل وبنبدأ بنكون محضرين الأرض للزراعة. بناخد من المشتل وبنزرع في المصاطب هدولة، ومن حد ما يدوق بنحط له النايلون الأرضي وبعدين سلك وبعدين نايلون فوقيه عشان الأمطار وما الأمطار فعلي. أهل بيت لها زي ما أنتم عارفين اللي هي مشهورة في الفراولة اللي هي الذهب الأحمر زي ما سموها أجدادنا، لأنها أرضها خصبة اللي هي وأرضها تربتها حلوة جدا لموسم الفراولة، ما بتنزرع غير اللي هي في بيت لها بس. والله بيت لها يا سبحان الله، الله أعطاها المية الحلوة، لأنه التوت الأرضي هذا بس بده مية حلوة. يعني بيت لها هي المميزة في المية الحلوة من كل القطاع. في الجنوب يعني في مي مالحه، ما بيقدروش بيستطيعوش يزرعوا الفراوله هذه. دلم الارض بياخذ 8000 شتله وبنزرعه وبنعتني فيه تقريبا 15 يوم مية، زقيت الري 3 مرات 4 مرات، عوال نلطف على الشتلة والرطوبة تضلها عليها مستسع عباب ما تدق يعني، وبتبقى على التوريقه، بداية التوريق والتعشيب، النكش توريق وتعشيب، ونمد اللي هو تفتوفه، وبنمد عليها اللي هو النايلون الأرض بيقولوا عنه، وبعدين بعد ما نخلص بنحط اللي هو نايلون الظهر الحماية يعني من الشتاء ومن البرد. بنستنى لنا تقريبا 15 يوم 20 يوم ان شاء الله بنتج، بيبدا ايش بدايه الخير عليه. والله موسم الفراوله هو يعني اكثر حاجه بتجيب خير للمزارعين، لانه في الزرعه الواحده بيزرع 3 زرعات، يعني ممكن يحمل على التوت هذا. اول حاجه هو بتصدر برا وبيجيب لنا فلوس، يعني وسموه في القديم الذهب الاحمر بالنسبه للتوت الارضي. بنزرع، بتزرع في الشوار، بنزرع عليه كمان زرعتين، بتصير 3 زرعات في عسماد واحد على مية واحدة، بيزيد استثمار المزارع الفلسطيني.
الفراولة المعلقة هذه أجت حديثة على القطاع، نظرا يعني في بالنسبة للحمامات الفراولة المعلقة هذه بتاخذ كمية كبيرة من الأشتال في مساحة قليلة، يعني الدلم بالنسبة للحمام المعلق هذا بياخذ 22,000 شتلة، أما بالنسبة للأرضي بياخذ 8,000 شتلة، يعني الدلم عن 3 دلوم في المساحة الأرضية. في موسم الفراولة بيجي يعني من حيث يعني منطقة مثلا من غزة من خان يونس بيجي على بيت لاهي ليشرب اللي هو الفراولة، واحنا طبعا هنا عاملين اللي هو منتجع سياحي بيجي بيشرب الفراولة اللي هو فريش دغري، بلقط بيده وعلى الخلاط ومن الخلاط بيشربها، بيستمتع اللي هو في ايش في الفراولة عندنا، وممكن يعني ياخذ منه اللي هو لتخزين المربى، ممكن ياخذ منه لتخزين اللي هو رمضان وبيعمل منه عصير برضه في رمضان. الفراولة يعني محبوبة جدا، يعني موسمها يعني موسم خير زي ما بقولوها، هو خير المزارع وهو جبت المزارع لموسم الفراولة.